السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كباكا من قناة كباكا تي في. تعرض والد تامر حسني لأزمة صحية ونقله للمستشفى. يمر حاليا الأخبار يعني اللي بتقول إن والد تامر حسني جات له وعكة صحية فجأة كده، فاتنقل على إسرها المستشفى في مستشفيات السادس من أكتوبر متأثرا بوعكته الصحية التي يمر بها. ويعني ربنا يشفيه وربنا يكون في عون اي حد عنده مريض او تعبان. الخبر بس كده خلص على كده، هما دخلوا بقى في حته تانية. اقول لك على صعيد اخر، تامر حسني هنتظر فيلمه وبتاع، فتقريبا لسه محدش عارف ايه المرض اللي اتصاب بيه والد تامر حسني، وربنا يشفي يا رب ويشفي كل مريض ويشفي مرضانا. ما تنساش تدينا لايك شير سبسكرايب، شغل الجرس عشان كل خبر جديد تعرفه اول باول. سلام.